أنعمتم مساء أيها الطيبون. من المفروض أن تنام على أنية رائعة. نعم، قبيل نومك بقليل وحين تشعر بأنك في طريقك إلى نوم عميقة، عليك أن تفكر في نيتك لهذه الليلة الرائعة. نعم، في نية هذه الليلة الجميلة ليوم الجمعة. دائما إذا كنت تريد أن يجمعك الله في الحلال بشريك حياتك، ردد قبيل نومك بقليل: اللهم هذه ليلة الجمعة اجمعني بمن أحب في الحلال. فكر طبعا في كل المواقف الرائعة التي قد تجمعك بهذا الشخص الذي تريده وتتمناه في الحلال. طبعا عقلك الباطن سوف يفتح ملفا خاصا لهذه النية، وطبعا المعلوم أن لكل امرئ ما نوى، فقط أنوي الخير لتجد الخير. ليلتكم رائعة. يوسف حسن.